رغم الظروف الاقتصادية الصعبة جدا اللي بيمر بيها العالم وبتمر بيها مصر، وانخفاض قيمة الجنيه لأكتر من 70% خلال الست شهور اللي فاتوا، ورغم دعاوى التخريب البغيض اللي بتروجه جماعة الإخوان وكل الداعمين ليها وإعلامهم البغيض الخائن اللي عايز كل خراب للبلد ومنطلق من تركيا وبريطانيا وقطر، ورغم التحريض الدائم على مصر، إلا إن الشعب المصري أثبت اليوم إنه عنده مستوى المسؤولية وبيحب بلده وخايف عليها وخايف عليها من الانزلاق في الفوضى والخراب. الكل يعاني من الظروف الاقتصادية، لكن الكل أجمع على حب الوطن اللي ستر لينا. من هنا بناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية في مصر إن هم يتداركوا السلبيات اللي ممكن يكون البلد تعرضت ليها، ونهتم بالتصنيع يا ريس، نهتم بترويج السياحة يا ريس، نهتم إن الكفاءات هي اللي تتصدر المشهد ونروج لبلدنا ونسوقها. إحنا عندنا مقومات كويسة جدا للصناعة والزراعة والسياحة، دول المخرج لبلدنا من عنق الزجاجة. مهم جدا سيادة الرئيس ان الناس الكفاءة هم اللي يتبوأوا المناصب، الناس اللي عندهم فكر، متعلمين تعليم كويس. مهم جدا ان نفتح المجال للقطاع الخاص انه ينافس قطاعات الدولة وما يبقاش فيه احتقار لقطاع معين. مهم ان يبقى عندنا منتج محلي نعرف نروجه للخارج، او منتجات محلية نروجها. هي دي السبيل اننا نبطل استيراد ونقوي التصدير. ربنا يوفقك سيادة الرئيس وكل قيادات البلد، والشعب المصري يشتغل، كلنا نشتغل في حب بلدنا بضمير وإخلاص.